السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مارانتينو 100 The second video. ودحين عندنا team of the week. خلينا نروح طبعا هذه من عرق الكبير بس حنصرفها سجين. معليش بالغلط بالغلط. ايش اسوي انا؟ فوق 80 فوق 80 65 هو ما زاد هو قصدي 80 ما زاد 85 فك الباكج صل على النبي فك الباكج صل على النبي على هنا على دولة لك زيت عندنا لك زيت مين ده ابو كوميديا 81 81 احنا بنلعب يعني لعبة تشالنج طبعا كل واحد يحكم على الثاني مثلا بقول 80 اوكي لازم يجي لاعب فوق ال 80 على اساس انه ما ينحكم علي لو جاء اقل حينحكم علي طبعا مين اللي حيحكم علي فوق ال 80 يعني 80 وانت طالع شوف البركه انا 90 يا ابني 90 دوري انا انا اللي حبدا هذا انا اللي حبدا داخل فوق ال 80 يا والبوم يا كيف اللاعب اللي فوق الفور نيجي ويز يا فارس شين يوم سامي تون يوم بارو كم جاي من الصين يا حبيبي شوف هذا اللاعب الانفور وكم هذا يروح كم يروح اللاعب هذا يا سر لا 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 اول باكج انفتح على خير انفور لاعب انفور سيلفر بس انه اوكي يعني بتباع حدود 25 كانوا ببلاش باكج ببلاش طبعا هو اللي راح يفتح الباكج وكم اللاعب كم الريتنج حقه واحد 80 اوكي يلا جو هيد افتح لنا الباكج ثاني بسم الله الرحمن الرحيم يلا طبعا اول شيء انا جبت انفور وجبت اللاعب اللي ابغاه ما فتح باكجات يلا ستكون عارف تشوف اللاعب اللي حيجي واحد لاعب اوروبي 81 ما شاء الله بالمثل 81 بالملي انا اقرا افكار السوني هروح نفتح الباكج الثالث دحين دوري انا وانا اقول 80 خلينا على 80 كذا احنا اوكي ماشيين على 80 من اول انا اقول 95 ها 95 مره واحده ما في 95 اذا 90 والله اللي كنت نفس الحكايه فوق ال 80 80 قاعد اضحك عليه الين دحين ما جاء حكم ولا على احد لانه اللعيبه كلهم تعتبر نفس الكلام انا بقول 80 هذا بقول 81 فماشي الامور انا اقول 83 ان شاء الله كم؟ ها؟ 83؟ لا لا 80 كم؟ 80 80 والله شكله 30 89 خالفني الافكار حينحكم عليه والله انا بدي افكر ايش اللي افكر انا احكم عليه قاعد اسوي له لايك انا طبعا انا طبعا قاعد اسوي له لايك قاعد يحكم علي احكام ما ياكل تعجيزيه ياكل الغريب هنا كل اكل ساده روح شاورما ساده همبرجر ساده اي شيء يبغاه ساده يعني كل مواضيعه هو ساده في ساده في ساده هذا يعني شيء طيب انه هو يبدا ياخذ حبتين كذا يظبطها يا استاذ يلا كل يا شباب من جد يا استاذ كل يا حبيبي يا عم هذا حكم لا تلعب بلاكي يا حبيبي احنا حكمنا عليك لازم تاكل اكل فصفص كات يعني على كل الديل اللي صار بينه شباب الديل طبعا اتكنسل زي ما انتم عارفين ما سوى الحكم حقه بس ما علينا احنا راح نكمل الفيديو وحنفتح كذا كم باكج في البريميوم نزلت الباكجات حتكون ان شاء الله باذن الله 100 حيكون 35000 مقدمه يا حبيبي 35000 ما بنزح بس باكج يعني من جد مغري 18 لاير فيلا مين يا عم انت وشقة مين يرحم امك خلصت من الدنيا اصلا مختفي بس صراحة بدعت في كاس العالم انا صح ولا لا بدعت وهذا الباكج الثاني 35000 واعطينا يا حبيبي وكذا واحد خليه الواحد الله فرناندو انا متاكد انه حيجيب لاعب خلاص اعصابي ضاغط ايه اعطيه هذول اللي قاعدين ينصبوا يا عم انت يكفيك انت يا عم انت حرام عليك
من جد ذا؟ مرتين. من جد ذا؟ مرتين نفس اللاعب ولا لاعب فوق الثمانين؟ عشان سبيتي. يا عمي ايش هذا يا عمي انت؟ يا عم يا كابتن. أنا والله اديك تفكرني فكسي وما اشوف انا ايش الحظ انا شكله حظ نحس. خذ اقرا. امسك. الدخل اللي بعده طبعا لاخوي اللي حرفته. امسك. اخر وقت. فاضل بكيجين. واحد هو والثاني بني ادم اللي قاعد انا كنت شايفين طبعا من غير سيجاره. معليش. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. برضو لا بأس به. اوكي عندنا اخر بكيج. هفتح اخر بكيج. تعال انا 35000. يلا يا حبيبي خلينا كذا الواحد يتحمس. فوق. ايوه. يلا وش صعبه؟ يا وش صعبه؟ ها برضو 81. انا فاضي بكيج. كيفية تجي؟ المقتل خلاص لا تاكل. قلت ولا ما قلت؟ هذا للونسة. الونسة يا بنسة. الونسة يا بنسة. سيلفر يا ميلبر. الله الله سيلفر. يا ربي يا حبيبي والله حادي شيء حادث صراحة ممكن خلاص ياه والله حرامية كذا عيني عينك بجد ترى وتلاحظوا ما في لعبة فوق الثمانين يعني عند يدوك ثمانين وخلاص كذا انت ستوب تبى تطلع فوق انسى وضعك حرامية احنا بنفوق بس كذا علبة يلا يا حبيبي علبة خلاص كفاية ايه قبلي ذا دب الله يا شكل بني ادم حلوه بالله اديني رايك قصه هلا اديني حش ابو الهول ابو الهول صح مو بني ادم ذا لا اله الا الله هذا بسوق الصواريخ يلعب شعر كل ام فتايل اخر باكيج صراحه يا شباب اللي راح نفتحه دحين انا اتحدى انه في وقت معين لفتح الباكيجات يعني اول ما تضغط الاكس هذا لازم تعد من 1 ل 10 طب ولا انا قصدي خليها من 1 ل 7 70 من 1 ل 7 1 2 3 4 5 6 7 واحلى باكيج مفك الله الله احلى مرنتين والان الله الله شوف التفاؤل ايوه شوفوا الارجنتيني شوفوا ال 82 ومين يزود الله يا زلمه الله 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 شفتوا كيف عدوا من 1 ل 7 اوكي يديكم الف عافيه يا شباب هذا كان نهايه الفيديو طبعا خسرنا فوق ال 150000 لكن فتحنا كل الباكيجات اللي هي البريميوم بس للاسف ما جانا ولا اي لاعب معكم مرتين ابروك با الدكتور عبد بيس يا مان على الأوتوبيس